معروفة مشاهدينا ومشاهدين قناة سما الخليج الخليجي، وتجدد اللقاء التلفزيوني من إمارة أبو ظبي وتحديدا من الدلمة مول. ومعنا الآن المستثمر السوري السيد حمزة العلبي، وهو صاحب مدير عام سابو بيول الإكسسوارات النسائية في الدلمة مول. مساء الخير حمزة. مساء النور، يا أهلا وسهلا حبيبي. الله يسلمك حمزة. تعرفنا وتعرف سامي المشاهدين بحضرتك أول شيء، البطاقة الشخصية، وبقول لك مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، كيف كانت؟ الله يسلمك يا رب. اسمي حمزة علبي، من سوريا، من حلب. بلش مشواري هو من سوريا، دارس للصف التاسع. من الصف التاسع بعدها قررت اني اترك الدراسة والتجه لمجال العمل، فكنت بحب العمل من لما كنت صغير، عرفت كيف؟ نعم. فاتجهت تعلمت مصلحة الخياطة، ومن هناك بعدها بظروف البلد والامور قررت اني اتجه للامارات. في اي سنة جيت الامارات؟ جيت بال 2020. ايوه. شو السبب انك دخلت دولة الامارات العربية المتحدة؟ اكيد في دول كثير متاحة. السبب انه هو بلد متطورة، والبلد من الاولى عالميا تقريبا بالتطور، وهذا شيء بيساعدك انه تتطور بفترة قليلة جدا، عرفت نعم. كيف؟ فهذا كان سبب الاختيار. ممتاز. نتحدث حمزة عن هذا المكان الان في دلمة مول، يعني كيف اجتك الفكرة انك تعمل هذا المشروع؟ اكيد في عندكم منافس عالي وشريف في هذا المجال، يعني ايوه. كيف اجت الفكرة انك تعمل هذا المشروع؟ هلا هو انا اول ما جيت لهون على البلد كنت بشتغل مع شخص في مجال الحقائب النسائية والأحذية النسائية. نعم. فمن كموظف ايوه، كمان بفترة قصيرة الحمد لله اتطورت الامور وصرت مدير، عرفت كيف؟ بالشركة نفسها. فمن هون حبيت المجال كتير، فقررت اني افتح شيء خاص فيني كبزنس خاص، انه اطور من نفسي ما اضل على نفس الحال. ممتاز. فقررت انه ابدا بمشروع صغير اللي هو كشك سافو كيو، اللي هو عبارة عن حقائب نسائية واكسسوار وعدسات ورموش. هي كانت هاي المجالات اللي انا كنت اختص فيها، عرفت كيف؟ وعندك خبرة فيها؟ عندي خبرة فيها تامة. نعم. فمن هون بلشت الفكرة، فلقينا انه انسب مكان هو الدلمة مول، والحمد لله تيسرت الامور معنا واخذنا بالدلمة مول. في صعوبات بس ما فيك تسميها صعوبات، اللي هي انه صعوبات باختيار المنتجات. يعني كنا عم نحاول ناخذ جودة عالية كتير لنرضي الزباين، وعم نحاول نختار مثل ما بقولوا من كل بستان وردي، عرفت كيف؟ فكلهم بجودة عالية، والحمد لله شفنا اقبال كتير ونال اعجاب الزباين. ممتاز. ونتحدث عن ابرز الخدمات اللي بتقدموها والشيء اللي ميزكم ايضا في هذا المكان. الشيء بنخدمه انه هو بيكون صناعة يدوية، تمام؟ ومثلا بيكون المثال على الرموش بتكون شعر طبيعي كامل، صناعة يدوية. الجلود بتكون جلد بخر طبيعي 100% كمان، وبيكون على كل شيء موجود بالكيوسك ضمان، اللي هو بنقدم ضمان احنا سنتين على اي شيء، على اي منتج. نعم. نوعية البراندات المنتجات يعني كله هاي كواليتي، ولا بتكون في ماركة معينة يعني؟ لا، كله كواليتي، كله باسم شركتنا، كله صناعة شركتنا، عرفت كيف؟ نحن متابع. ايوه. ممتاز. تمام. ونتحدث عن هذه الشركة، يعني تحدث عن اللي يعني المميز في هاي الخلاف تكسر في الناس، يعني شو ليش المميز كله؟ المميزنا اللي هو نحن الصناعة اليدوية، وانه بنعطي ضمان للشخص. يعني مثلا انت عم تشتري مثلا حقيبة، او عم تشتري طقم اكسسوار، او اي شيء في المتجر موجود. نعم. فانت عم تاخد عليه ضمان، يعني خرب او اي شيء خرب معك حتى بنحن نستبدل لك اياه، وبالحبة اللي تريدها، مش الحبة معينة، عرفت كيف؟ فهذا هو الشيء اللي ميزنا عن السوق. ونتحدث عن اسعاركم، الاسعار متناول الجميع، يعني هل هناك في عروض في المناسبات الوطنيه؟ الجوده بتكون ممتازه وباسعار جدا ممتازه، يعني على طول نحن كل فتره وفتره بالتقريبا كل شهرين بيكون عندنا خصومات، اللي هي من 25% حتى 50%. ممتاز. تمام. طيب سيد حمزه، نتحدث عن الرؤيه المستقبليه لك، يعني انت ما شاء الله عليك ومن جيل الشباب الناجحين والطموحين. تسلم يا رب. كلك شو لا يوقف عند حد معين. تسلم يا رب. يعني كيف تفكر في المستقبل ان شاء الله؟ هلا هو هي فكره، يعني فكره مصغره، حيكون هو متجر كبير فيه اقسام متعدده، ثلاث اقسام، اللي هو قسم حيكون عدسات ورموش، وقسم حيكون اكسسوار، وقسم بنفس الوقت حقائب واحذيه نسائيه. في المستقبل قريبا في متجر هلا تحت التجهيز ان شاء الله، بعد 4 شهور ان شاء الله الافتتاح. اتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم. كلك ذوق. تسلم يا رب. هل اضافه اخرى في هذا المجال، مجال عملك، حاب تضيف شيء معين في هذا المجال، او نصيحه للسيدات او الاشخاص المقبلين على هذا المجال؟ يعني هلا حنضيف نحن بالمستقبل، قلت لك الاحذيه النسائيه. نعم. اللي هي الاحذيه كمان بجلود طبيعيه 100% وكمان بصناعه يدويه. ممتاز. عرفت كيف؟
اختيارنا بيكون الموظفين اللي هن عندهم خبرة، اللي عندهم خبرة أقل شيء 3 سنوات في مجال العمل المختص. يعني مثلا على قسم الإكسسوار بيكون موظف مختص بقسم الإكسسوار، على قسم الحقائب بيكون كمان موظف مختص، وعلى هذا على المثال. طيب سيد حمزة، احنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كلك زود، تسلم يا رب. ونجاح. وبدنا نتحدث الى جانب اخر، يعني الامارات العربيه المتحده الله عز وجل حباها في منظومتين، نعمه الامن والامان. واينما وجد الامان وجد الاستقرار والاستثمار. طبعا الامن والامان شو بيعني لك في هذه الدوله اللي وصلك لما وصلت اليها؟ الله، هو الامن والامان كل شيء بالبلد، وهي بلد متطوره كثير، عرفت كيف؟ نعم. فهذا الشيء ساعدني انه اختصر علي 70% 70% من المشوار. يعني انا الحمد لله بفتره قصيره جدا حسنت انه اسس حالي، حسنت انه افتح مشروع، عرفت كيف؟ فكل هالشيء بيعود للامن والامان والتطور اللي موجود بهذا البلد. أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأشكر كافة حكام شيوخ دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان، وأدامها الله وحفظها. اللهم أمين. طبعا نحن بنشكرك سيد حمزة العلبي على استقبالك من المبادرات الوطنية، وإن شاء الله الكاميرا راح تصل بهذا المكان. كلك زود، تسلم يا رب. رسالة أخيرة حاب توجهها، أو في كلمات، أو الإنسان كان داعم لك في حياتك، أكيد لكل إنسان مثل أنا أو داعم في حياتك. الله، بوجه كل الشكر لأهلي اللي هن واقفين معي، والدي ووالدتي وأخوتي وجدي ونانتي والأهل أجمعين. الله يخليك يا رب. وبوجه الشكر لعمي، هو شاب كتير محترم وقدير، شاب يعني كيف مثل ما بدي أقول لك، شاب VIP. الله يخليك. كل بعض ضرب خير. الله يسلمك يا رب. شكرا لك حمزة، ويعطيك العافية، ونشكرك على دعمك. الله يعافيك يا رب، تسلم. كلك زوج. شعبها هو سرها، واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها، في حبها من حقها نرزف نرزف لها، السعادة كلها كلها نضرب بها اجمل مثلها.
كلها.